السلام عليكم. اليوم بغيت نعاود لكم على اخر كتاب قريت، اللي هو فرانتوماغليا ديال الكاتبه الايطاليه إلينا فيرانتي. قبل ما نهضر على الكتاب بغيت نهضر على الكاتبه، نظرا للصخب او للصداع اللي تدور على هذه الكاتبه، لانها اختارت انها تبقى مجهوله الهويه، ما كتلاقاش بالصحفيين، ما كتمشيش تاخذ الجوائز اللي كتربح، بالرغم من ان الكتوبه هي ما كتبتش كتوبه بزاف، ولكن الكتوبه اللي كتبت لقاو نجاح كبير بزاف، وتباعوا منه ملايين النسخ وترجموا لاكثر من 40 لغه. هذه الكاتبه اختارت الانونيما، او لا اختارت انها تبقى مجهوله الهويه، بالرغم من ان الصحفيين مشاو كيبحثوا عليها، بغاو يعرفوا شكون هي. كاين اللي كيقول لك راه هي واحد لا ترادكتريس، مترجمه كانت في دار النشر اللي نشرت الرومون ديالها الاول لامور ارسلون. كاين اللي كيقول لك لا ماشي لا ترادكتريس، ولكن الزوج ديال هذيك لا ترادكتريس. كاين اللي مشاو اكثر كيبحثوا في لو ستيل ديال إلينا فيرانتي، ولقاو بانه كيشبه لو ستيل ديال واحد الاربعه ديال الكتاب الايطاليين، منهم واحد الكاتب مثلي واللي كيكتب، اللي قالوا بانه كيكتب سوزان بسودونيم فيمينا. المهم القصص كانت كتير حول الانونيما، وهي في هذا الكتاب ديالها فرانتوماغليا ليكريتور اي ما في كتعطي بزاف ديال الاجوبه على هذا الاختيار ديالها. وهذا الكتاب هو عباره على نصوص ورسائل كتحاور فيهم مع دور النشر او مع الصحفيين، كتعطي تبريرات علاش ما كتمشيش تاخذ الجوائز، علاش بغات تبقى اون روتري، علاش بغات تبقى منحجبه على الاضواء. كتعطي حيثيات على كيفاش كتبات، كيفاش بدات في الكتابه، كتعطي ميم دي بعض الاجزاء من دي نوفيل او لي رومون اللي ما خرجاتهمش، كتعطي بعض لي ديتاي على بعض دي نوفيل اللي خرجات. مثلا واحد الساعه كتقول الاشارات اللي دارت على سيرجيو بيرلوسكوني، وهنا كتشرح ان هاد جوستومون هاد لو فيت كو ما معروفاش، وهاد الاختيار ديالها عبر المراحل عنده ثلاثه ديال الاسباب كبار. السبب الاول انها فاش بدات كانت تيميد، انه ساسومي با، دونك ما كانش باغا تبان. السبب الثاني جا من بعد، انها اختارت تبقى مجهوله الهويه احتجاجا على ولا طريقه ديال الاحتجاج على وسائل الاعلام، وعلى الاستعمال اللي كيستعملوا الشخص الكاتب، وكيفاش ان كيستعملوا داك اللي كيقولوا لغه دو لوتور، او لا التاثير اللي عنده على 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 القراء وعلى ليماج ديالو، اكثر ما كيستعملوا او لا اكثر ما كيبينوا الكتابه ديالو. والاختيار والسبب الثالث هو انه هاد الانونيما مكنها باش انها تلقى حريه اكبر وتبدع اكثر وتكتب اكثر. الانونيما معروف بزاف في الـ في الـ في الادب، لا ليتيراتور ولا ليستوار ديال ليتيراتور عامره بالقصص ديال الكتاب اللي كتبوا تحت هويات كثيره، اولا كتبوا باسماء مستعاره واللي بقاو مجهولين حتى توفاو. وميمكنناش هنا نهضروا على الانونيما ولا نهضروا على لو بسودونيم، لي زيكريفان اللي كيكتبوا سو بسودونيم، وما نهضروش على ياسمينة خضراء الكاتب الجزائري الاصل اللي تا هو باع الملايين ديال النسخ ديال لي رومون وكتب كتب كثار قبل ما يتعرف شكون هو. كما ان ميمكنناش نهضروا على ليكريتور سو بسودونيم بلا ما نذكروا رومان غاري، كاتب الفرنسي المعروف اللي هو لو سول اللي ربح جوج مرات لو بري كونكور، ربحو سو لو نون دو رومان غاري وربحو سو لو نون دو ريمي اجار جو بونس، اللي كان هو الاسم ديالو الثاني، وهو ما كتبش غير بجوج اسماء، كتب يمكن بشي 10 ديال الاسماء مختلفه. وهاد الانونيما وهاد القراءات لي باساج اللي قريت في هاد الكتاب ديال فرانتوماغليا اللي كتشرح فيهم الكاتبه كيفاش ان الكتاب من فوا كيتكتب ما يفو لو ديسوسيي، نجردوه من الكاتب ديالو، راه كيولي الكتاب ديالو هما عدد القراء اللي كيقراوه، لان كل واحد في القراءه ديالو يل انفونت لو ليفر بطريقته. ودونك هي كتقول لك ما عندش علاش الكاتب يزيد يبان ولا ياثر، اولا الصوره ديالو
تأثر على القراءات اللي غيمكن لها دار الكتاب ديالو. وهاد الانونيما وهاد كيف ما قلت هاد الافكار اللي قريت في هاد الكتاب، افكار زعما من غير لو ستيل، من غير واحد الاسلوب رائع في الكتابه، خلوني نبقى نزيد نفكر في هادشي اللي كنعيشو حنايا في المجتمع وبصفه عامه عبر العالم، في هاد الحقبه اللي كنعيشو، وهي حقبه الصوره، حقبه الصوره بامتياز. الاضواء كتمشي للشخص قبل ما كتمشي للمضمون، كتمشي للشكل قبل ما كتمشي للمحتوى. ما عرفتش الايام الجايه شنو غادي تبين، واش هادشي عندنا الحق فيه اولا ما عندناش. اللي مهم من هادشي كله، اللي مهم هو اننا نقراو وتبقاو على خير.